الآن مع وصول النفط العراقي إلى 65 مثل ما يقول الدكتور صفوان، إحنا في مشكلة ولا لا؟ إحنا في كارثة. في كارثة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد محمد وضيفك الكرام ومشاهدك الكرام. نتحدث بلغة الأرقام ولا نتحدث بالأمنيات؟ أكيد. الموازنة أو جداول ما يسمى بالموازنة لهذه البدعة التي ابتدعت لنا ولا نعرف ما الغرض منها، وقرت على نسبة إنفاق 107 إيرادات العفو 107 تريليون مع نسبة إنفاق 211 تريليون بنسبة عجز 64 تريليون 64 مع احتساب سعر النفط 70 دولار. زين، احنا غير الماينس عندنا انفاق للشركات الاستثمارية استقطاعاتها، يعني غير السعر اللي نبيعه هاي واحد. اثنين، عندنا النفط المكرر. بس لحظة، يعني عندنا احنا ناقص ايش قد؟ ناقص 7 ناقص 7 ناقص 8 بحسب طبيعة الجهة الموجودة. نقول ناقص 8 الشركات تاخذ من عندنا ايش قد؟ استقطاع للشركات بما ايش قد تقريبا؟ مال جداول محدد ولا ما محدد؟ لا لا محدد، ما بين الاثنين الى اقل او اكثر 2 دولار هاي المعتبر اضافة للكذا، يعني ناقص 10 عندنا بعدنا. لا وبعد ها اكو بعد. نعم بعدنا النفط الذي يكرر او يعطى، النفط الخام الذي يعطى للمصافي المحلية. زين هذا ايضا من نسبة. الكارثة الكبرى هي التخفيض الطوعي الذي فرض على العراق زين، باعتبار ان احنا طيل هذه الفترة لم نكن مستجيبين للتخفيض الطوعي، فبالتالي خفضنا، يعني احنا كنا حاسبين على انه احنا نبيع تقريبا حوالي 4 مليون برميل يوميا، الان الزمنا بموجب اتفاقية اوبك انه يكون 3.3. هاي التخفيض الاخير، هذا التخفيض راح ينزل ايضا، مو بس السعر، الكميه اللي راح تباع ايضا اللي هاي.